يعني إسلام يقدم بسماحة وتعقل ونورانية جلال الدين الرومي أو الحلاج، ده كان إسلام نوع تاني خالص. طب بعقلانة ابن رشد، ابن رشد مقدر في الجامعات الغربية جدا، لكنهم بيقدروا كفيلسوف عام ليس ممثلا للإسلام. الفرق كبير على فكرة، فهم يقدروا الرشديين كلهم، يعني يقدروا الرشدية كواحد منظر للنهضة الغربية كلها بيعتقدوا بالمناسبة يعني، لكنه لا يقدموه كأنه كان فقيه مالكي مثلا. كان فقيه عادي ابن رشد مالكي، وجده كان فقيه، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ثم تحول إلى كتب ابن أرسطو وترجمها وقرأها، ثم أصدر أفكاره العظيمة التي يعني أسست لمذهب عقلاني عظيم. لم يقدم الإسلام به، معلوش هذا هو، لا هو كفر ومفهوم حصل إيه من الخليفة في كتبه وحياته، فما بقاش يمثل الإسلام. فظل الإسلام لا يقدم إلا بما قدم به التاريخ الفقهي للإسلام، ودي حكاية غريبة جدا، لأنه التاريخ الفقهي للإسلام شاف يعني أضل وأظلم الصور الإسلام وقدمها به، ثم شوه الأجزاء المضيئة بأفكار ليست تنتسب إليه وقال إن ده الإسلام، وده اتكلمنا عليه في التراث في سؤال تاني.